نازلي من محافظة المنوفية قرية كفر دقماء. بدأت كونغ فو وأنا عندي 8 سنين. لعبت في النادي في قرية كفر دقماء. بدأت مع الكابتن محمد دياب بطولات، كانت بطولة محافظة أول بطولة دخلتها خالص، جبت فيها 3 أول، وبعدين دخلت بطولة الجمهورية جبت 3 ميداليات، وبعدين بدأنا نلعب بطولات كتير وتمرينات كتير علشان ندخل مستوى أعلى اللي هي بطولة أفريقيا. ودخلت بطولة أفريقيا وعملنا معسكر تدريب للبطولة وجبت الحمد لله مركز ثالث، وكان في فرصة إن أنا أطلع بطولة عالم في 2019. عملنا اختبارات في نادي الطيران وكنت مؤهل للسفر، بس جه مرض كورونا معرفناش نسافر. ولعبت معسكر تدريبي لبطولة أفريقيا ودخلت الدوري الأفريقي جبت مركز أول، وبعدين جبت بطولة أفريقيا جبت مركز تاني عالم. ولعبنا اختبارات في نادي طلائع الجيش عشان بطولة العالم، وبعدها فترة لعبنا معسكر تدريبي. كنا بنقوم الصبح بدري ننزل تدريب وآخر النهار تدريب والظهر تدريب لحد البطولة. لعبنا كلنا والحمد لله ربنا كرمني بميداليتين برونز وده، وإن شاء الله بطولة الأولمبياد في 2025 إن شاء الله. الحمد لله ربنا كرمني بطولة العالم في الصين، وهي اللعبة الشعبية عندهم أصلا منتشرة بجميع الطرق، يعني ما فيش نادي إلا وفيه لعبة الكونغ فو، هي أصلا اللعبة الشعبية عندهم. وكان في منتخبين في الصين بيلعبوا هناك، يعني فرقتين اتنين نزلوا معنا والحمد لله كسبناهم وجبت انا مراكز، وكان قدامي منتخبات كتير بتنافسني، يعني 31 منتخب. الحمد لله ربنا كرمني بميداليتين برونز وده. طبعا بابايا ومامتي شجعوني على اللعبه جامد، يعني هو في الاول كان بابايا خيرني ان انا العب كوره ولا كونغ فو، وانا اخترت الكونغ فو. لما اخترت الكونغ فو بابا بدا يشجعني فيها كتير قوي، يعني ومامتي وخالي كان بيشجعني برضو ومتابع معايا على طول كتير، والكابتن محمد دياب برضو هو اللي كان بيشجعني على ان انا اكمل معاه، وكان مهتم بيا جامد وهو اللي وصلني للمستوى ده.